معايا على التليفون الأستاذ هيثم سعد الدين، مستشار وزارة القوى العاملة والهجرة. رجع لنا تاني أستاذ هيثم، برحب بحضرتك معايا في الحياة الآن. أهلا، زي حضرتك؟ تمام الحمد لله، يعني كان الله في العون. عارفين أن في مشاغل كتير ومشاكل كتير بتواجهكم، وخصوصا بعد وفود عمالة مصرية قادمة من ليبيا، كيف تتعاملون مع العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لهم؟ الحقيقة يعني ماشيين في كذا اتجاه. دكتورة بهاء العاشر وزيرة القوى العاملة والهجرة عرضت 43173 فرصة عمل. دي الفرص دي متبقية من مارس 2003 حتى مارس الحالي، 2014 حتى مارس الحالي. الفرص ديت موجودة متبقية، لم يشغلها أحد، طرحها أمام العائدين وأمام الشباب بوجه عام. كمان شيء غريب قوي ان الدوله يبقى فيها بطاله وفي 43000 فرصه عمل وشويه لم يتم شغل وظائفهم احد، ده تفسيره ايه عند حضرتك؟ تفسيره ان ثقافه العام، ثقافه الشباب. الشباب عاوزين يتعينوا في الحكومه، مش عاوزين قطاع خاص. تمام، ده الموروث اللي داير دلوقتي، لحد دلوقتي لسه الموروث ده موجود. الدكتوره نهاد عاشري بدرت وعملت اجتماع مع جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد السياحة بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، لنشوف مشاكل المستثمرين ايه عشان يقدروا يوفروا فرص عمل للشباب. الاجتماع النهاردة عرض المستثمرين 90000 فرصة عمل للشباب على الشباب، والوزراء أبدوا استعدادهم لتدريب هذه العمالة مهنيا وتوعيتهم ثقافيا عشان يخشوا سوق العمل، يكونوا جاهزين لسوق العمل. يعني قبل ما يشغلوا ال 43 لحظة بس يا فندم، قبل ما يشغلوا ال 43000 فرصة عمل هيتم تدريبهم؟ لا حضرتك، ال 43000 دول موجودين في الوزارة. موجودين في الوزارة. يعملوا ايه بقى علشان؟ تاني احنا ماشيين في خط تاني كمان، احنا ماشيين في كذا اتجاه. يعملوا ايه علشان يحصلوا على ال 43000 فرصه؟ يتقدموا للوزاره، يتفضلوا على الدخول على موقع وزاره القوى العامله www.manpower.gov.eg. تمام، هيتقدموا على موقع الوزاره وبعد كده الوزاره هتبعت لهم؟ لا، يدخل هو بيختار، موجود على الموقع الفرص العمل، كل الفرص المتاحة موجودة قدامه، هو بيختار الفرصة دي وجنب منه تليفون صاحب العمل بيتصل بيه يقول له أنا دخلت على الموقع القوى العاملة أنا عاوز أشغل الفرصة دي، بيحدد له ميعاد يعمل مقابلة ليه ويختبره. نجحوا وربنا وفقه بيتعين صاحب العمل، بيبعت لنا بيقول لنا خلاص أنا خدت فلان الفلاني اللي دخل عندي على الموقع وعيناه، وأدي رقم تأمينه في التأمينات. اللي لم يوفق يرجع تاني يعمل نفس القارة ويبدأ تاني يختار فرصة جديدة وهلم جرى. يعني مفيش حد يقول له لا أبدا. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ هيثم سعد الدين، مستشار وزارة القوى العاملة والهجرة.